هنا عندي في هيباتوكور 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 بينهم بلاد سينوسويد اللي عامل لايننج للبلاد سينوسويد الاندوثيليا وبينهم كفر سيلز وهنعرفهم بعد شويه ايه الكفر سيلز ولا تعالى بقى للسيل ميمبرين الخليه دي والخليه دي بلاقي السيل ميمبرين مش ماشي سموث كده لا ده السيل ميمبرين بيديني فولد الفولدز ديت اهي مايكروفلاي يبقى السيل ميمبرين عامل ناحيه السينوسويد مايكروفلاي يبقى هنا مش ماشي بالشكل السموث ده لا ده في هنا مايكروفلاي مايكروفلاي يبقى رقم واحد في مايكروفلاي بص على ناحيه السينوسويد طيب هنا بقى الخليه دي والخليه هنا بلاقي في جانكشن ديزموزومز ولا هنا في جانكشن ديزموزومز لكن هنا في النص يجي تفتح بواسعه كده سيل ميمبرين يفتح حاجه واسعه كده اللي احنا بسميها بايل كاناليكيولاي بسميها ايه؟ بايل كاناليكيولاي بايل كاناليكيولاي اللي هي هتصب للبايل ده هنا برضه في مايكروفيلاي هنا برضه في مايكروفيلاي بس قصيره صغيره عن المايكروفيلاي الثانيه اللي باصه ناحيه السينوسويد يبقى هنا بلاقي بيقول هنا في ايه؟ مايكروفيلاي باصه ناحيه السينوسويد طيب المسافة قال لك اللي بين المايكروفيلاي وبين الاندوثيليوم اللي هو الفراغ ده او الفراغ ده سموه سبيس اوف ديس دي اي اس اس اي يبقى هو سبيس او سبيس اوف ديس بين الاندوثيليوم وبين المايكروفيلاي بتاعت الهيباتوسايت بيحتوي على ايه؟ يحتوي على البلاد بلازما بيحتوي على البلاد بلازما يحتوي على المايكروفيلاي بتاعت الهيباتوسايت بيحتوي على ريتيكولار فايبرز شويه فايبر ريتيكولار يحتوي على سيلز بسميها فات ستورج سيلز فات ستورج سيلز او اي تي او سيلز من اسمها كده بتخزن الفات بس الفات ده على شكل فيتامين بي هو اللي بنسميه فيتامين بي وفيها المايلينيتد نيرف فايبرز وفيها خليه اسمها بيت سيلز بي اي تي سيلز ديت ناتشرال كيلر سيلز يبقى عندي في ست حاجات بلاد بلازما مايكروفيلاي ريتيكولار فورميشن فات ستورنج او ستورج سيلز ان مايلينيد نيرف فايبرز اند بيت سيلز ناتشورال كيلر سيلز ايه الفانكشن بتاعت السبيس ده انا هنا الهيباتوسايت اهي والهيباتوسايت لما بيحصل لها اكتيفيتي بيحصل انتفاخ للسيلز السيل دي بتنتفخ والسيلز دي بتنتفخ فانت هنا تخيل ادي السيل اهي وادي السيلز دي وبينهم السبيس اوف ديس لو سوري بينهم بلاد سينوسايت ادي خليه هيباتوسايت وادي هيباتوسايت فلو الخليه دي انتفخت والخليه دي انتفخت فيتقفل البلاد سينوسويد تمام الله سبحانه وتعالى مش عايز يحصل كومبريشن بلاد سينوسويد عايز يخلي البلاد سينوسويد مفتوحه فلما الخليه دي تيجي تنتفخ في فراغ هنا بتاع سبيس اوف ديس ودي تنتفخ في الفراغ بتاع السبيس اوف ديس يبقى اخدت المسافه بتاعه اللي هي الاكتيفيتي والسبيس اوف ديس ما حصلوش كولابس فهو بقى بنقول ايه بريفنت كولابس اوف سينوسويدال وول وبيعمل اكستشينج في الميتابولايتس بين البلاد سينوسويد البلاد موجود هنا وبين السيلز يبقى ده السيلز اللي هي موجوده عندي في او الايه سبيس اوف ديس يبقى الفراغ ده اللي انا همشي عليه بخط احمر ده اسمه سبيس اوف ديس الفراغ ده اسمه سبيس اوف ديس شوف الخلايا الثانيه سبيس اوف ديس اهو بعض الاثنين دول مع بعض لما دي تتمدد ودي تتمدد نتيجه الاكتيفيتي ما يحصلش كولابس للسينوسويد هلاقي يحصل في الفراغ ده بتتمدد بالشكل ده كان مين اللي هو الديفلوبمنت في الوول طب تعالى بقى للنيوكليس بي احنا قلنا فيها وذ برومننت نيوكليولس عشان فيها يوكروماتين فيها ايه يوكروماتين فيها ويل ديفلوب جولجي مش هو ده بروتين سيكريتنج سيلز هتطلع سيكريتوري جرانيولز ومعايا راف اندوبلازميك ريتيكولم علشان هو هيكون البروتين وعند الرايبوزومز علشان هيكون برضه البروتين عند ميتوكوندريا تدي انرجي بنلاقي من ضمن الاورجانيلز ويل ديفلوبد سموس اندوبلازميك ريتيكولم وانتم فاكرين في سنه اولى كان بنقول من الفانكشن بتاعت سموس اندوبلازميك ريتيكولم بتعمل ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز قلنا انها ريتش في الليفر بنلاقيها مليانه فري رايبوزومز وبيروكسوزومز والبيروكسوزومز عرفنا ان هو بيعمل
تكوين الهيدروجين بيروكسيد ويكسر الهيدروجين بيروكسيد علشان يعمل ديتوكسيفيكيشن للدراجز والكحول برضه. فيها انترميديت فيلمنت عشان تدي الشكل بتاعها السيتوسكيلتون. بنلاقيها فيها سيل انكروجن كاليبيد وجلايكوجين جرانيولز موجوده عندنا في الليفر، وعرفنا السيل ممبرين وسبيس اوف ديس. نيجي لاخر حاجه في السيلز اللي هي جنبنا هنا البلاد سيناسويد، هي فيها اندوثيليال سيلز فبليتس من كابيلاريز درينج للسنترال فين، يعني كل السيناسويد دي ماشيه من هنا اهي وراح تصب للسنترال فين، هنا راح تصب للايه للسنترال فين. بالاضافه للاندوثيليوم اللي جنبنا بلاقي فيه خليه فاجوسيتيك سيلز بسميها كفر سيلز، دي من ماكروفاج. هي فاجوسيتيك سيلز خليه اكوله قاعده كحارس، اي فورم بودي ماشي في البلاد بتروح ماسكاه ما يوصلش للايه للليفر ك ديفنس ميكانيزم، او تعمل ديجيشن للريد بلاد سيلز بتكسر الريد بلاد سيلز، وبعضهم قال انها ممكن بتشارك في تكوين البروتين بتاع الاميونولوجيكال بروسيس، لكن انا هنا مش عمليه بقى، هي بتشارك لانها بنسميها انتيجين بريزنتنج سيلز، مش هي بتطلع الانتي بوديز، لا ده هي هتاخد الانتيجين وتوصله للبلازما سيل، والبلازما سيل هي اللي بتطلع الانتي بوديز. يبقى ده خلي بالك هنا السينوسويد فينستريتد، يعني في بورز بين السينوسويد عشان تسمح بالماكرو مولكيولز انها تعدي من خلال. نيجي لموضوع تاني اللي احنا بنسميها داكت سيستم، او قبلها هنتكلم على البورتال اريا. البورتال اريا هي اريا موجوده بين اللوبز وبعضها البعض في الليفر، يعني احنا عرفنا الهكساجونال لوبيولز موجودة عندي، فبلاقي بين اللوب واللوب بلاقي فيه منطقة من الكونكتيف تيشو اريا هنا، المنطقة دي موجودة هنا اهي، منطقة هنا دي برضو موجودة هنا، برضو موجودة هنا في الحتة دي، دي بسميها بورتال اريا. فيها ايه؟ فيها ثلاث حاجات، فيها ارتري هيباتيك ارتري، فيها داكت بايل داكت، فيها فين هيباتيك فين. يبقى فيها ارتري وفيها فين وفيها دكت، ارتري فين دكت، تمام. تعالى مع بعض نشوف البايل هيطلع ازاي. بدايه البايل هو الهيباتوسايتس، بدايه طلوع البايل هو ايه الهيباتوسايتس، فالهيباتوسايت هتطلع البايل عن طريق الدكت دي، سميناها بايل كانانيكيولاي، موجوده اهي النقطه السوداء دي بايل كانانيكيولاي. تبتدي البايل كانانيكيولاي مع البايل كانانيكيولاي جانكشن وتيجي على دكت موجوده هنا على البوردر بسميها هيرنج دكت، دكت موجود عند البوردر هنا بسميها هيرنج كانال. هيرنج كانال الابيسيليم بتاعها كيوبويدال ابيسيليم. تبتدي الهيرنج مع الهيرنج تتجمع للبايل دكت، راح للبايل دكت اهي، البايل داكت مع البايل داكت، يبقى هنا ده جاي هنا بقى بايل داكت مع بايل داكت مع بايل داكت، الاثنين يصبوا في اثنين بايل داكتس جايين هنا اهو، رايت اند ليفت هيباتيك داكت موجودين كده، رايت وليفت هيباتيك داكتس بنصب منها، يبقى البايل داكت هتصب على الهيباتيك داكتس رايت وليفت، الرايت وليفت يروح للكومن هيباتيك داكت، كومن هيباتيك داكت بتروح لسيستيك داكت، سيستيك داكت تروح للجول بلادر، ويرجع تاني من الجول بلادر يروح تاني للديودينام عن طريق الامبولا اوف فاتر اللي هي هتفتح في الايه الديودينام مع سفنكتر اوف اودي في الديودينام مع سفنكتر كومن بايل داكت في سفنكتر تاني. يبقى هنا بايل كانالكيولاي نقطة السودا دي تتحد مع بعضها تديني هيرنج داكت موجوده هنا، هيرنج مع هيرنج تخش على البايل داكت، بايل داكت مع بايل داكت مع بايل داكت تطلع بكومن هيباتيك داكت، تطلع رايت وليفت هيباتيك داكت، رايت وليفت هيباتيك داكت هتروح لكومن هيباتيك ارتري داكت، كومن هيباتيك داكت تروح للسيستيك داكت،
تروح للجول بلادر ويجي بقى في الطريق العكسي انها تطلع من الكومن بايل داكت وتروح لليمين للديودينم عند سفنكتر اوف اودي. ده اللي هو بنسميها داكت سيستم اوف ذا ليفر. تعالى لموضوع مهم جدا بنسميها اورجانيزيشن اوف ذا ليفر، مهم قوي الموضوع ده. اللوب اللي قدامي ده اللي احنا نوصفه في النص فيه سنترال اللي هو هيكساجونال ان شيب، في النص فيه هيباتيك ارتري، في في الجناب فيه بورتال اريا، على السيلز فيها الهيباتيك كوردز، في الهيباتيك كوردز بينها وبين بعضها البعض في تو ويز، واي بيمشي فيه البلاد اللي هو عن طريق الهيباتيك سينوسويد، والجزء الثاني داكتز اللي هي بتطلع وتصب فيه البايل. يبقى اذا الدم رايح ناحيه السنتر ارتين في اتجاه كده واتجاه عكس بتاعه البايل عن طريق الهيباتيك ارتز وراح عليه الهيرنج كانالز. بتبتدي هنا بينهم ده الشكل ده بسميه كلاسيكال هيباتيك لوب او ليفر لوب. يبقى مين الكلاسيكال هيباتيك لوب؟ تعالى بقى نصغر الرسمه دي او الاورجانيزيشن عشان نعرفها مع بعض، عشان نعمل كومبارزون بين الثلاثه في الاورجانيزيشن. اول حاجه ادي الهيباتيك لوب، كلاسيكال هيباتيك لوب، سنترال فين هنا بورتال اريا في ثلاثه ضغط وفين ارتري، وفيها هيباتيك كوردز، البلط ماشي بالاتجاه ده كده والبايل ماشي باتجاه عكسي له. ده اللي هو الكلاسيك هيباتيك لوبيوز. طيب تعالى بقى النوع تاني اسمه بورتال لوبيول. ادي هنا هيباتيك لوب كلاسيك اهو، وادي كلاسيكال هيباتيك لوب، اخد ثلاثه كده جنب بعض بالشكل ده. دي لها هنا سنترال فين، دي لها سنترال فين، هنا سنترال فين، هنا بورتال اريا، هنا بلاقي بي بورتال اريا، هنا بلاقي بورتال اريا موجوده في الاماكن كده. هنجيب لاين، ده خط تخيلي، اللاين ده بيوصل ثلاثة سنترال فين لثلاثة لوب اهو، اللاين ده خط تخيلي. فالتاني اريا، الاريا دي في نصها مين؟ بورتال اريا. البورتال اريا دي هتستقبل البايل سكريشن من المنطقة هنا، كل البايل سكريشن راح يصب هنا في المنطقة دي، يبقى اللون الأحمر ده البايل سكريشن، اللون الاحمر البايل سكريشن راح تصب فين؟ في البورتال اريا. في النص هنا في بورتال اريا، عشان كده سموا المنطقه دي بايل لوبيول، سموا الرسمه دي بايل لوبيول. تعالى اوصف البايل لوبيول ده، تراينجل في ايميجينري لاين بيوصل ثلاثه سنترال فين لثلاثه سنترال فين بالشكل ده. في النص هنا في بورتال اريا فيها داكت، الداكت بتستقبل هنا البايل داكت، البايل سكريشن اللي جاي لها الاتجاه ده راح عليها. طب والدم بقى؟ الدم هاتي هنا هيباتيك ارتري هنا موجود وهيباتيك ارتري هنا موجود، فالهيباتيك ارتري والهيباتيك ارتري هيدي سبلاي للبلد بالشكل ده للاريا دي. يبقى الهيباتيك ارتري بيدي سبلاي كده والبورتال راح كده، فالاثنين بعكس بعض لهم، فبنقول على البورتال تراك ويز سنتر بورتال لبيول، وهي بنقول عليها هي منطقه استقبال السكريشن بتاعت البايل، فبنقول عليها اكسوكراين بارت اوف ذا ليفر. تعالى ليه لوب بالشكل ده موجود عندي اهو برضو، وادي لوب تاني سنترال فين، سنترال فين، بورتال اريا هنا وبورتال اريا هنا، في النص هنا الهيباتيك ارتري ماشي في المنطقه دي، ده هيباتيك ارتري، ده هنا الهيباتيك ارتري. بنجيب خط نوصل السنترال فين بالبورتال اريا، البورتال اريا دي بسنطرها بخط تاني جاي كده للسنترال فين وهنا للبورتال اريا وارجع تاني، نديها لون تاني علشان نديها فرق، لون اسود كده. ادي السنترال فين اوصل بيه خط للبورتال اريا، البورتال اريا دي بسنطرها للسنترال فين، السنترال فين ده اوصل البورتال اريا بخط والخط، فاصبح المنطقه ديت واخده شكل معين دايموند ان شيب. هي المنطقة دي فيها ايه؟ ايه اللي في النص؟ الباتيك ارتر، الباتيك ارتر بيدي برانشز، يا
يعمل سبلاي للسينوسويد للمنطقه دي كده. فلقوا ان المنطقه دي اكوردنج للبلاد سبلاي بتاع الهيباتيك ارتري اتقسمت الى ثلاث مناطق. ايه هما الثلاث مناطق؟ قال لك المنطقه ديت بتاخد نيوتريشن كويسه قوي وحلوه، المنطقه دي بتاخد نيوتريشن اقل، المنطقه الاخيره دي اقل نيوتريشن. فقال لك دي هنسميها 1، دي هسميها زون 2، ودي هسميها زون 3. مين اكتر واحده واخده نيوتريشن؟ 1، ومين اقل واحده؟ 3. وفي النص هي ديت بنقول عليها بور، يبقى ده بورست اقل حاجه، دي ريتش بلاد سبلاي دي. طيب تعالى نوصفها المنطقه ديت. قال لك بما انها بتقوم بعمليه او تعتمد على نبات الارض فيسموها هيباتيك اسينس، دي كلاسيكال هيباتيك لوبيول اللي هي هكساجونال، ده باي لوبيول، ودي هيباتيك اسينس وبتعتمد على البلاد سبلاي بتاع الايه الليفر. يعني البلاد سبلاي بتاع الليفر هنعرف بعد شويه ان هو البلاد سبلاي الله اكبر البلاد سبلاي 25% 75% من البورتال فين جايه من الانتستين، و 25% جايه من الهيباتيك ارتري. السيلز او الاثنين بيصبوا في الهيباتيك ساينوسويد اللي هو الارتري والفين، يعني اذا ميكسد بلاد جاي من البورتال والفين، يمشي الاثنين في الهيباتيك ساينوسويد يروحوا للسنترال فين، ومن السنترال فين يتجمعوا لسب لوبيولار فين ويروح للرايت وليفت هيباتيك فين اللي هي هتروح للانفيرو فينا كافي. ايه الفانكشن بتاعت الليفر؟ اول حاجه بروتين فورميشن، ده الاكسوكراين البومين بيكون فايبرونجين لايبوبروتين 5% بيتكون من الكفر سيلز. بيتعمل بايل سكريشن، ده اكسوكراين لها ميتابوليك ستورج للليبيد والكربوهيدرات والفيتامين اي، لها ميتابوليك فانكشن جلوكوجينيسيس، وبنستخدمها بتعمل برودكشن لليوريا اللي هي تروح للبلاد، ده اندوكراين. بتعمل ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز، بتعمل اخراج للاميونو جلوبولين اي اند بي، سوري اميونو جلوبولين اي فقط. ده كان مين الليفر بالثلاثه او الجنرال اورجنايزيشن. يبقى كده احنا مع بعض خلصنا محاضره الليفر، واقول لكم ثانك يو فيري ماتش. ابتدي معاكم جول بلادر، هي 5 دقايق هتلاقيها في فيديو لوحدها.